تدهور حاد جدا جدا في الحالة الصحية للفنانة يسرا ونقلها للمستشفى في حالة حرجة، وده بعد إعلان قرارها إنها خلاص ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل، والسبب كان غامض وقاسي جدا جدا وهو نور هشام سليم. دفاعها المستميت عن نور هشام سليم، بتدافع عنه ليه؟ ده اللي هنعرفه. وصية هشام سليم اللي هي بتنفذها بكل ما أوتت من قوة، لحد ان الموضوع سيصل او وصل لخلافات قاسية جدا ما بينها وما بين زوجها خالد سليم، تكاد تكون يعني تصل للطلاق، وده بسبب انها مصرة على تنفيذ وصية هشام سليم. تدهورت حالتها الصحية من يوم الجمعة الماضية لما راحت علشان تزور هشام سليم في أول جمعة تمر على وفاته. راحت تزوره وبكت عند القبر بتاعه كتير قوي، وكانت في حالة من الانهيار الشديد، وأعلنت من اليوم ده اعتزالها للفن والتمثيل تماما، وإنها هترتدي الحجاب خلاص وهتروح تعمل عمرة لهشام، لأنها لما فقدته حست إن فعلا الدنيا مش مستاهلة، وإن فعلا ممكن يكون حد عزيز عليك معاك وفجأة يسيبك. الفنانة يسرا على فكرة مش زي فنانات كتير، هي فنانة لارج وفنانة كويسة وطيبة وحبوبة جدا بالنسبة لناس كتير، عكس الفنانات اللي بتبقى فيها حتة الغرور شوية، ويمكن ده يعني درس ليها وربنا خلاص تاب عليها. أتمنى يكون قرارها ده نابع من قلبها وعقلها، مش مجرد بس لحظة خوف من الموت أو حزن على هشام سليم وبعد كده ترجع في قرارها مرة تانية. عموما هي تدهورت حالتها الصحية بعد ما نشبت ما بينها خلاف شديد ما بينها وبين زوجها خالد سليم، خالد سليم اللي مصر على عدم تنفيذ الوصية، وإن التركة تتوزع على 3 بنات، وإن نور هشام سليم ما يتمش إثباته كذكر، على الرغم إن هشام سليم أوصى يسرى إنها التركة كالآتي: نصفها لابنه نور هشام سليم، والنصف الثاني لبناته، وهيتم توزيع النصف الثاني بشرع الله، يعني سواء بناته هيرثوا وأيضا والدته لسه موجودة هترث، وكمان الفنان خالد سليم زوج الفنانة يسرى، وأيضا نور هشام سليم نفسه يرث في النصف ده. ليه يا جماعة؟ لأنه كان عارف إن ده هيحصل، وقال أن ابني بقى ضعيف وهش جدا وأي كلمة بتأثر فيه. وزي ما سمعنا كذا فتوى ان فعلا مفروض نور يرث كأنثى، لان البطاقة بتاعته مكتوب فيها أنثى. الفنانة يسرى مصرة على تنفيذ الوصية، وان دي يعني الامور دي هي بينها وبين هشام انه لازم تعملها. يمكن هي يعني هتكون مستفادة لو هو ورث كأنثى، ولكن هي مش محتاجة المال، وايضا على فكرة زوجها خالد سليم مش محتاج لمال، ولكن لو كده ده هيكون حقه الشرعي زي ما تقال في كذا موقع، بس او مش كذا موقع بس، يعني ده شرع ربنا طبعا، لكن لو ليه ذكر هو الذكر سيرث مبلغ كبير. نور هشام سليم طبعا مش فارق معاه كل ده، هو كل همه يتم إثباته كذكر فقط لغير، خصوصا بعد ما بطاقته انتهت وراح علشان يجددها وهيجددوها كأنثى، لدرجة انه فكر يهاجر. ويسرى زعلت جدا وقالت: والدك وصاني عليك انك تكمل في بلدك وتعيش وتستحمل، بدل اخدت القرار ده بنفسك لازم تتحمل العواقب بتاعته. سمعنا منذ كام ساعة ان الفنانة يسرى بعد اصرارها على تنفيذ الوصية، يعني نشب ما بينها خلاف هي وزوجها، انباء طلعت ان هما انفصلوا فعليا، وانباء تانية طلعت انه لأ في خلاف فقط لا غير. لكن الخبر الاكيد والتي لم تنفيه حتى الان يسرى هو الاعتزال وارتداء الحجاب. سمعنا الخبر ده كذا مرة قبل كده، كانت دايما يسرى بتنفيه في أسرع وقت، لكن المرة دي عكس كل هذا الكلام. نتمنى ليها الثبات والعافية، وان ربنا يكمل شفاها على خير، وتشكر طبعا على تنفيذ وصية هشام سليم رحمة الله عليه. رأيكم في التعليقات، وانا بشكركم، استنوا منا مواضيع كتيرة. سلام عليكم.